بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نرجع للتفسير، الآن القصص القرآني هل هو فقط لأخذ العبر التربوية فقط في هذا الإطار، أن القصة مقصود فيها طرح عقيدة، جوانب اجتماعية، جوانب تربوية فقط؟ راح نجد أنه لا، ممكن تكون بعض القصص القديم أولا في نوع من الإعجاز التاريخي، وبعض هذه القصص جت حتى يأتي البشر في يوم من الأيام من خلال هذا القصص ممكن يستكشفوا حقائق في التاريخ القديم تدعم الجانب العقائدي والإعجازي. فمثلا معروف انه عندما قال الله سبحانه وتعالى لفرعون بعد ان امن الان وقد عصيت، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هذا يعتبر الان من اعجازات القرآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ومش موضوعنا نتحدث في تفسيرها، لكن لا شك انه فرعون الخروج هو موجود الان وهو آية من الآيات، والذي كان يقول أنا ربكم الأعلى الآن يمكن مشاهدته لمن يزور مصر والأقصر والمتاحف إلى آخره. كثير من آيات تتعلق بالتاريخ لابد من إعادة النظر في طريقة فهمها، وإحنا قصدنا في دروس التفسير بالدرجة الأولى أولا منهجية التفكير، منهجية التفكير في التعامل مع القرآن، ثم إعادة النظر في فهم المسائل في التفسير. هنا اليوم مثال من الأمثلة معنا قصة هلاك قوم لوط، قصة هلاك قوم لوط. المعروف أن قوم لوط وين كانوا موجودين؟ في فلسطين. في أين بالذات؟ يقال وهذا لا يمنع أن يكون صحيح هذا القول، إنه موجودين في منطقة سدوم. سدوم الآن تبعد عن البحر الميت للجنوب، البحر الميت للجنوب، إذن جنوب البحر الميت، إلا بعضكم يكون مر في مناطق قريبة من سدوم. طيب، القرآن ذكر إنه هذه القرية أو اللي تم إبادتها بأسلوب يمكن استكشافه، يعني القرآن عم بيعطي لمحات تدل على أن هذا العذاب الذي نزل نستطيع قياسه ونستطيع معرفته. في البداية هو يقول وإنها لبسبيل مقيم، يعني القرية هذه التي دمرت قوم لوط موجودة بطريق لم يندثر، طريق إذن في زمن الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت المنطقة معروفة، كانت المنطقة معروفة. وإنها لبسبيل مقيم، أولا إذن هي كشيء موجود، لا تزال الآثار موجودة بالقرب من طريق لم يندثر، طريق قائم. وعلى فكرة يعني من ينظر في الطرق القديمة القوافل، في طريق كان يأتي من عدن يمشي مع ساحل البحر الأحمر، يظل ماشي ماشي ماشي. قبل كرك وقبل مؤتة قبل كانوا لما بدهم يروحوا على فلسطين ياخذوا طريق على اليسار إلى غزة، كان في طريق رئيسي على غزة، ومن هذا الطريق الرئيسي غزة يصيروا ياخذوا للشمال حسب حاجتهم، اللي بده يروح على القدس، اللي بده يروح على دمشق إلى آخره. فيبدو إنه في حتى في عصر الرسول كانت موضوع سدوم
هي في طريق مقيم، يعني لم يندثر، وإنها لبسبيل مقيم. هاي قضية. قضية ثانية، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. إذا يفترض في هذا العذاب أن يكون شو؟ ثابت. وهذا العذاب استقراره وثباته يبدو من أجل أنه يأتي يوم على البشر يستطيع الكسوف. يجي يوم على البشر يستطيعوا يعرفوا تماما إيش كان هذا العذاب. إذا ولاحظوا التعبير بكرة، إيش المقصود بكرة؟ في الصباح. ولقد صبحهم بكرة، إذا كان المسألة الصبح، وهذا العذاب اللي جاء الصبح مستقر. إيش يعني مستقر؟ ثابت، معناته لابد يكون موجود حتى الآن. لاحظوا أعطى كم إشارة، قال إنه القرية البلد التي دمرت موجودة بطريق ثابت، وإنها لبسبيل مقيم، طريق قائم. اثنين، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فإذا العذاب بده يكون إيش؟ مستقر في داخل المدينة، وبالتالي يمكن قياسه ويمكن للبشر انهم يتعرفوا بالضبط ايش كان هذا العذاب. الملفت للانتباه انه القرية عذبت باكثر من طريقة، وكان من ضمن تعذيب عملية القلب للبلد. عذبت بعذاب معين ثم قلبت. الان ليش قلبت؟ لاحظوا، هي عذبت بعذاب ثم حصل قلب. يبدو القلب هذا كان المقصود فيه ان يحصل نوع من الطمر، الطمر تطمر الاشياء اللي عذبوا فيها. معناته ليش تطمر؟ معناته لانه اذا لم تطمر هذه ممكن تضر الناس. مشان هم يندفنوا؟ ما هو حصلت الحقيقة، حصل عذاب لأكثر من أمة، وفي منهم لما قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هناك منقعر، فكان ممكن جثثهم موجودة، لكن هذول بالذات هؤلاء كانوا يعملوا اللغات، ومعروف اللغات الأيام هاي أنه يؤدي إلى أمراض معينة زي مرض الإيدز، فتكون حكمة من الله سبحانه وتعالى يطمر فيروس الإيدز. ممكن. طب الآن بنشوف، إذا بدنا نستقرأ الآيات كلها، هو المهم إنه يشتغل المخ وتشتغل التخصصات، وهذا في فلسطين الآن ممكن لأنه سدوم موجودة، ولذلك احنا ممكن يكون اذا في مبادرات لبعض العلماء المتخصصين في اي باب، في الباب اللي راح نوصل له. لاحظوا انه عذبوا بعذاب ثم قلب واستقر العذاب. ما هي القضية وين؟ القضية انه قال انه العذاب استقر، معناته القلبة مقصود فيها انه هذا العذاب يصير تحت ويستقر. هذا هو. إذن ولقد صبحهم بكرة في الصباح عذاب مستقر. طيب الملفت للانتباه انه شو قيل لوط عليه السلام؟ قالوا له اخرج من القرية، الا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في اواخر الليل، وشو قال له؟ قال له أسري بأهلك بقطع من الليل. واضح انه ما كانش معاه مجال كثير، كان آخر الليل، وقال له دير بالك ابعد قبل الصبح، إن موعدهم الصبح،
موعدهم الصبح، معناته العذاب هذا له علاقة بالصباح. ولذلك الناس اللي عندهم تخصصات يفتحوا أدمغتهم عندنا بلكي نستفيد. قال لهم إذا لاحظ اطلعوا بجزء من الليل. بعدين ايش قال لوط؟ قالوا لما بتطلع اهلك معاك اتبع ادبارهم. شو اتبع ادبارهم؟ خليك وراهم، هم قدامك وانت وراهم. ليش؟ واتبع ادبارهم ولا يلتفت من ما حدا ينظر ورا. معناته قد ما ابعدوا عن القرية العذاب اللي راح ينزل، العذاب اللي راح ينزل راح يصيب اللي بده يلتفت. هاي صار في تحديد اكثر. العذاب اللي بده ينزل اللي بيلتفت بصيبه، معناته اللي بيلتفتش بصيبوش. اللي بيلتفتش بصيبوش. اذا هو اذا خاص بالعيون، اذا خاص بالعيون، يعني اذا اصاب العيون بيذهبها. معناته مواد، معناته اشعاعات بعينها تأذي ايش؟ العيون. اشعاعات بعينها تأذي العيون. لانه اذا كان ليش لا التفت؟ لانه اذا التفتت واصبحت بشوف بتأذى، معناته انا مش شايف بتأذى. ليش الحقيقة احنا يعني لو بدنا ناخذ اقوال المفسرين في انه المقصود انه ما يلتفتش انهم يسرعوا، في ايات ثانية بتكونش واضحة، يعني اوريك انه هو المقصود فعلا العينين. لاحظوا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم. اذا المقصود ايه؟ ما تلتفتوش، لانه العذاب اللي بده يجي بده يطمس عينهم. اذا معناته صار مفهوم ليش ما يلتفتش. وقال له الى امرأتك، يعني مرتك راح تلتفت ويصيبها اللي اصابهم. كأنه قال له حرص بس انت على الباقي، مرتك ما تشدش عليها، خليها تلتفت، راح يصيبها اللي اصابهم. اذا لما قال له ما حدا يلتفت شو قال له؟ الا امرأتك، الا امرأتك، معناته امرأتك خليها تلتفت مش قضية، لانه راح يصيبها اللي اصابهم. شو اصابهم بالدرجة الاولى؟ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم. اذا اول عذاب حصل ايه؟ ذهب البصر. في شيء جاء واذهب البصر، وهذا متوقع ان يكون ايش؟ نوع من الاشعاعات، مش هيك؟ نوع من الاشعاعات اذهب الابصار. وهذا الاشعاعات على فكرة اللي اذهبت الابصار، اللي بدل انه مش مجرد الاسراع في مغادرة المنطقة. لانه شو قال له؟ قال له وانضوا حيث تؤمرون. ليش وانضوا حيث تؤمرون؟ على ما يبدو المنطقة ممكن لما يجوا بدهم يهربوا لمناطق سهلية. طب المناطق السهلية قد ما تبعد عنها قد ما بضل الرؤية موجودة وممكن يصير التفات. معناته كأنه قدر لهم أمره انه حيث تؤمرون. وين قلنا لكم؟ بتروحوا في المنطقة الجبلية، لانه بمجرد ما صاروا خلف الجبال خلاص. هيك؟ بمجرد ما صاروا خلف الجبال خلاص صار في امان. إذن إيه؟ لاحظوا إذا دقة التعبير القرآني حتى يدل لك في النهاية إنه وامضوا، مش إنه مجرد يطلعوا من البلد، مش مجرد يطلعوا من البلد، وامضوا حيث تؤمرون. وإن قلنا لكم توصل تروحوا على طول، إذا معناته أي اتجاهات أخرى كاينة ممكن تؤدي إلى أذى لبعضهم. وامضوا حيث تؤمرون. الآن إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ طيب الصبح يعني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت. لأن في هذا الوقت رح ينتهي العذاب. وين؟ رح ينتهي مع الشروق. لكن كيف رح ينتهي مع الشروق؟ عملية القلب رح تكون عند الشروق. معناته كل العذاب اللي رح يطمس العينين وغيره، وانت رح يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بيكون على فكرة في فضاء ما فيش أشعة شمس، في فضاء ما فيش أشعة شمس. لما طلعت الشمس قلبت البلد. يعني يبدو انه الشيء اللي حصل هذا ممكن يتأذى منه اي انسان بمر، بدليل انها لبسبيل مقيم، الناس رايحة جاي. فلذلك اخذتهم الصيحة مشرقين، جعلنا عليها سافلها. إذن وانت أخذتهم الصيحة وقلبت البلد عند الشروق. قبل الشروق كان عم بيحصل إشي ثاني. إشي الثاني اللي حصل قبل الشروق؟ قبل الشروق إذن يبدو إنه بداية نزول عذاب الصبح. وعلى فكرة أنا بقول هذا الكلام ليش؟ لأنه واضح من الآيات القرآنية راح تشوفوا كمان إنه هذا اليوم يمكن التنقيب عنه وبحثه ومعرفة بالضبط الحيثيات. ويبدو انها مواد مشعة موجودة، لانه لما قال عذاب مستقر معناته الاشي اللي بيستقر الاف السنين شو راح يكون؟ غالبا مشع. واللي اخذ الابصار شيء فيه اشعاع، والطمر قلب البلد وطمرها كأنه نوع من دفن هالمواد المشعة، دفن المواد المشعة. وانت كان هذا لما طلعت الشمس، والمواد المشعة هاي الأخذ بالأبصار في الوقت اللي بيكون فيه إضاءة ولكن بدون ما يكون فيه شمس. يعني كيف بتكون حدقة العين؟ بتكون واسعة ولا ضيقة وقتها؟ واسعة. يعني حدقة العين بتكون واسعة. الآن فيش إضاءة قوية لأنه صبح، حدقة العين مفتحة هيك وفا الآن. لذلك شو قالوا هم لما صار بده يصير فيه كسوف، شو قالوا للناس؟ قالوا لما بصير كسوف ما تطلعوش في الشمس. ليش؟ لأنه بقول لك الإشعاعات الضارة بالعين بتوصل. ليش؟ بصير قادر أنظر في الشمس، والحدقة متسعة تستقبل. هون مصبحين في إضاءة، في رؤية. لحظة، في رؤية. الإشي اللي بنزل قاعد، الإشي بنزل عم بنظروا عليه الجماعة. حصل طمس العيون، الآن بده ينتهي الأمر. صيحة وقلبت البلد ودفن كل هذا اللي سماه القرآن عذاب إيش؟ مستقر. العذاب المستقر هذا، أولا في آية قال حجارة من طين، حجارة من طين. طيب اثنين، قال في آيات ثانية حجارة من سجيل. شو بعض العلماء قال؟ قال يفسر القرآن بالقرآن، فمعنى سجيل، طالما أنه نفسر القرآن بالقرآن معناه سجيل طين. وهذا الكلام غير صحيح. اللي لاحظته أنه يكاد يجمع العلماء على أن سجيل معناه الطين والطين المتحجر. طب ليش؟ قال ما هو القرآن قال هون حجارة من طين وقال حجارة من سجيل، قال فنفسر هاي بهاي. هذا غير صحيح. غير صحيح ليش؟ لأنه كل مرة بده يعطي إشي جديد. أما إذا بدنا نفسر سجيل يعني طين، ما خلاص كان قال حجارة من طين. فيك؟ وبعضهم شو قال؟ قال سجيل باللام، هاي زي سجين بالنون، وهذا معناته فيه نار، وهذا ايضا ملوش معنى. طب ولا كيف بدنا نعرف اذا ايش سجيل؟ اذا لابد من التفكير فيما جاء في الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الآن العصف المأكول إيش؟ عشب. كيف لما الدابة بتاكله بعد ما تاكله تنفضه كيف بيكون شكله؟ الملفت أولا بيكون ملوش شكل منتظم، اثنين بيكون فيه عليه رغوة وبيكون فيه رطوبة، شو شبهه بالعصف المأكول، بيكون فيه يعني قريب من اللون رغوة مع رطوبة، معناته السجين لابد ان يكون بيعطي مثل هاي الخصائص، انه كأنه يعني له القدرة على اذهاب الكيان نفسه، كيان الانسان القائم، كأنه بتهالك هذا، بصير عبارة عن مادة غير منتظمة الشكل، معجون، بصير معجون، شيء زي المعجون. هذه قضية، معناته هذه الرسالة الأولى في السجين. أما لو طين بعملش هالعمل، الطين لو مجرد طين، إذا لما قال حجارة من طين هاي ألقى أعطاك وعلى فكرة هي ممكن تكون مغلفة بطين ثم لما تنزل على الأرض بتنكسر بعدين بيخرج منها الشيء شعاع سجيل. ويبدو السجيل، وإن كان هاي لا تحتاج على فكرة للدراسة أكثر، شو قال عن السجيل؟ سجيل منضود، سجيل منضود. والسجيل خليكم فيما بعد بعضكم يفكر، إذا بتلاحظوا السجل، السجل نكتب فيه، نكتب فيه، والسجل اللي هو الدلو نرسله في البير ونطلع فيه ماي، نرسله. وعلى فكرة فيها معنى الإرسال، السجيل فيها معنى الإرسال، والعجيب إنه فيها معنى التسجيل. فمعناته هالحجارة اللي من طين هاي أيضا في عليها شيء من التسجيلات، لا غير معلمة، هذا بتيجي الآن مسومة، حتى مسومة يبدو مش معناها معلمة. وبعدين منضوب يعني مرتب، يعني في له ترتيب معين، في له ترتيب، يعني أهل القرن، أهل هذا القرن على فكرة اللي بصيروا يستوعبوا، لأنه كثير من قضايا اللي ممكن تحتاج فعلا إلى إشي له علاقة بمواد مشعة وغيرها بدها ترتيب وبدها تدوين من نوع معين، كيف المصنوع الأمر، كيف اليوم مثلا لنفرض على مستوى الإلكترونيات كيف بتكون البليت، هذا بيكون في نوع من التخطيط الجدول. طيب مكونة العناصر تيجي مرتبة، هون في شيء على فكرة مسجل وفي شيء مرسل وفي شيء، وهذا الشيء مرتب، وانا في تصوري كل هالمواصفات من اجل انه البشر لما بيبحثوا، لانه عذاب مستقر، يجدوا. ومسومة قال معلمة، بعضهم شو قال على فكرة عن ابن عباس، وهي دير بالكم تحتاج لتفكير اكثر، قال بعضهم انه سودة ومخطط عليها بالاحمر، وفي بعضهم قال بيضة ومخطط عليها بالاحمر، كنهم سامعين، دير بالكم هي يبدو مصنعة مظبوط وبترتيب معين، مصنعة مظبوط وبترتيب معين عشان توصل الشيء هذا في اشعاعاتها، خصوصا انها تجذب النظر وبعدين تاخده. مسومة عند ربك، الحقيقة مسومة ما أظن إنها بيقصود فيها معلمة، بقدر ما هي مقصود فيها يعني تم معالجتها. كيف بتم معالجة الشيء مشان يصير يؤدي لوظيفة؟ كيف الخيل، كيف الخيل لما ندربها وندربها حتى تصير سالكة؟ ويبدو إنه هون هذه أشياء عولجت، لأنه أعطاها أوصاف ثلاثة أربعة، حجارة من طين، وقد يكون هذا الغلاف من سجيل، فيه معنى الإرسال وفيه معنى الكتابة وكذا، لابد من إعادة بحثه. منضوب فيه ترتيب معين، مسوم فيه معالجة عند ربك، يعني مجهز لهم معالجة تماما لهم عند ربك للمسرفين. طيب الآن
امطرت إذن في البداية البلد بهذه الحجارة اللي يبدو لها دور في أخذ الأبصار، ومن هون جاءت فطمسنا أعينهم وامضوا حيث تؤمرون، وبعدين جت الصيحة مشرقي وقلبت. طب كل هذا الكلام على فكرة منين بدأت القصة في لفت انتباهنا للمسألة؟ منين بدأت القصة في لفت انتباهنا للمسألة وانه معناته عم بيقول لنا ديروا بالكم هيها موجودة عندكم ابحثوها؟ منين جت؟ جت من الآية التالية، لاحظوا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. طب هو الواحد بمر بالنهار مشان يعتبر مش بالليل. إذا المقصود رؤية القرية مهدمة المرور الصبح وبالليل ولا بالنهار؟ لو كانت المقصود انه هالقرية بتشوفوها وانتم مارقين، لا بعز الشوق بعز النهار العصر. اما لاحظ شو قال، هاي هي اللي بدأت لفتت انتباهنا للموضوع، لاحظوا: وانكم لتمرون عليهم مصبحين. وهو اصلا اجل العذاب وانت مصبحين، ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب؟ لحظة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. عجيب، اللي بمر بالليل بشوف شو شيء، ولذلك ما قالش أفلا تبصرون. كنت عم بشوف تفسير المنار محمد رشيد رضا، وإذا به كاتب الآية هيك: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. محرفه مش داري كاتبها في أفلا تبصرون، لا هي أفلا تعقلون، لأن الأول وهم العقل البشري. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. طب هو أصلا بالليل ببصرش الواحد؟ بالليل ببصر ولا ببصرش؟ ببصرش. طبعا بتكلم عن قضيتين، بتمروا الصبح ولقد صبحهم بكرة، وبتمروا بالليل ما فيش عقول. ما هو احنا ليش بنحكي على فكرة؟ مشان يكون في عقول. ليش بنحكي؟ مشان يكون في عقول. خلينا نوقف شوي هنا. شوفوا، يعني قضية الإسلام من أول يوم حاول أهل الشرك يحاصروا الإسلام، وعبر عصور، وفي القرن 19 والقرن 20 محاصرة الإسلام. وشو بتشوفوا أنتوا الإسلام؟ بقوة، وراح يخترق كل مكان، يخترق كل مكان. فالإنسان المسلم بيعتز بأنه على الدين الحقيقي، وما فيش أصلا دين غيره، وكل ما سواه غير قادر على الإثبات. الآن عم بعطيك أسلحة في مستقبلك لتطمئن إلى أن الخالق هو الذي أنزل، والخالق هو الذي يوجهك، وبالتالي مش ممكن يكون النهايات إلا كما قدر الخالق. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بعدين شو قال؟ لاحظوا اتحذينكم: ولقد تركنا منها آية، يعني ترك جزء من هذه القرية آية، تركها. ولقد تركنا منها آية لقوم ايه؟ يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هناك شو قال؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وين عقولكم؟ إذن ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. معناته يا محترمين، الإشي اللي بدنا نقيسه ونعرفه ببينش معنى إذا أشرقت الشمس. معناته الإشي الموجود ومتروك آية وعذاب مستقر في القرية ومدفون، إذا بدنا نقيسه بعد شروق الشمس ببينش بأجهزتنا.
ليش مبين شو اجهزتنا؟ يبدو اشعاع الشمس بطرة، معناته اللي بده يروح يقيس وين تقيس؟ بالليل او الصبح، بالليل او الصبح. هاي قاعدين احنا بنحط شغلات على فكرة لأهل الاختصاص، اللي بده يروح على المنطقة ياخذ معاه اجهزة لكشف الاشعاعات، ما يروحش بعد الشروق. وين تروح؟ اما بكرة قبل ما تطلع الشمس صباح او بالليل. بالليل بيشوف. طب شو هو اللي بالليل بيشوفه الواحد؟ ما انتوا بتمروا بالليل، لو عندكم عقل كان بتلاحظوا، مش لو عندكم بصر، لو في مخ كان مروركم بالليل بيكون عبرة انه هاي المنطقة فيها عذاب مستقر. ها؟ ايوة، شيء العنان بتبصروش العقل بدركه. اليوم اتطور العلم وصار عندنا اجهزة ممكن، لكن لحد الان بجوز ما حد منتبه. ليش؟ لانه كل العلماء بيشتغلوا بالنهار بعد ما تطلع الشمس، بعد ما تطلع. وهو شو بيقول؟ لا، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يبصرون يعقلون. اللي بيعقلوا الآية بينة، اللي بيعقلوا الآية بينة. شوفوها، موجودة في فلسطين اللي هي تدوم. مش روح تبحث انت في الليل، يزرحوا عينيك برضو، بوخدوا أجهزة لازم في احتمال يقربوا عليها ويصيبهم ما أصابهم. كلها هاي دير بالك معطيات. جنوب هاي تحت البحر الميت ولا جنوب؟ جنوب البحر الميت. جنوب جنوب. أصدم. أخذ تعقيم يعني بذات بشكل عام، يعني بأهل الاختصاص يعني. البشر بشكل عام، ولا شك إنه أهل الاختصاص بقدروا يعقلوا القضية أكثر. ما هو إذا عقلها أهل الاختصاص بعقلها ما دونه. إذا عقلها زي اليوم بنقول للناس الوزن الذري والعدد الذري، أكثر الناس بيعرف شو المعنى، لأنه بس هذا شغل ابتداء عن شغل أهل الاختصاص. واليوم لما يقولوا عالجوا عنده المرارة بالألترا ساوند، ما هو هاي بيعرفها غير أهل الاختصاص، بس الناس صارت المرة الاختيارة تقول لك اللي هو يقول. فهو إذا يأكلها أهل الاختصاص يأكلها الباقي. طيب أورد في بعض الأحاديث إنه إذا مررتم بديار القوم الناس اللي أهلكوا بأسباب سماوية حاولوا تسرعوا. بس في نفس الوقت، في نفس الوقت ما هاي دي بالك، لأنه فيها أشياء ممكن تكون إيه. وهم العجين إنهم يطعمون الدواب ويطبوه ويفعلوش بعد ما عدموا. إذن في أشياء هم مش منتبهين إلى بيجوز إشعاعات في المنطقة ودخلت في الأكل. شك؟ فاذا في اشياء بتكون مستقره. لاحظوا، وهو يعقب على بعض الايات المتعلقه بالموضوع اللي حكينا فيه. شو قال؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يعني اذا بتلاحظوا الايات ميسره ولا لا؟ ببساطه، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. على فكرة مش بس هاي الآية الوحيدة اللي تركت، في حوادث أخرى صرح إنها تركت آية، بمعنى إنه البشر رح يجي الوقت يأخذوها. إذن هو مش مجرد قصص وفي الماضي، لا، رح تكون حاضر ومستقبل. الآن زوجته شو صار فيها؟ كانت من الغابرين، وقدرنا إنها لمن الغابرين. على فكرة لم ترد كلمة الغابرين إلا 7 مرات فقط
فقط في زوجة لوط. كلمة غابر لم ترد في القرآن إلا لما تحدث عن زوجة لوط، إلا عجوزا في الغابرين قدرنا إنها لمن الغابرين، كانت من الغابرين بأكثر من لفظة في الآن شو بيعتقدوا الناس كلمة غابر معناها؟ غبر بمعنى إيه؟ مضى. شو رأيكم غبر؟ هاي بيسموها من الأضداد، غبر من الأضداد معناها غبر مضى وغبر بقي، والأرجح فيها أنها بقي مش مضى. لذلك بيقولوا عندما تثور التراب ثم يستقر التراب، إيش اللي بيبقى بعد هذا؟ الغبرة. إذن هي الغبرة ما بقي بعد أن يستثار التراب، غبر. الآن إذن هي شو معنى إلا عجوزا في الغابرين؟ لو كان بقصد إنه إلا عجوزا في الهالكين خلاص هلكت في الهالكين في الماضين، مش هيك؟ لا، سبع مرات في الغابرين لمن الغابرين قدرنا انه، وقال قدرنا انها تكون، شوفها قدرنا يعني لقدام، قدرنا انها تكون من الغابرين، قدرنا انها تكون من الغابرين. يعني اذا هي المرأة على فكرة كانت من ضمن قومها اللي بقيوا، ويبدو انه ما اصابهم من مواد اثرت على اجسادهم سجيل، ها؟ واثرت اولا على العيون ثم على الاجساد فيما بعد، لانه يبدو كان في نوع من حجارة متنوعة في نزولها، ها؟ وبقيت اجسادهم محفوظة، بقيت اجسادهم محفوظة للناس اللي راح يبحث. اذا الغابر هنا ايش؟ الباقي. اذا غبرتهم موجودة، واليوم بدل ما يقولوا غبرتهم موجودة في العلم بيقولوا مستحثاتهم بتكون موجودة. شو يعني مستحثات؟ يعني بتجد الان مواد ماخذي اشكالهم، فبتقدر لما تكشف في الاثر تجد الاشكال نفسها مرسومة، ويبدو انه مرسومين في الغبرة، واضح اجسادهم مرسومة كمستحفات، مستحفات لما تكشفها. وعلى فكرة لما كفئت القرية الان المتصور انه في الداخل فيه على فكرة في تراب وفي فراغات وفي 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 كله، بس مطموم من فوق، وهذا الان بشع وبطلع مش من كل الجهات، في من جهة ممكن يكون اقوى من جهة حسب كثافة ايش التراب. ولقد تركنا منها آية بينة في منطقة تدرسها بتشوف، معناته لو فتح عليهم بدك تجد مستحثاتهم موجودة، راح تكتشف انه في مواد مشعة، الحجارة نفسها اللي هي مرتبة ومكتوب عليها ومسوم الى، راح تشوف العذاب اللي تم تعذيبهم فيه مستقر بقصد انك انت تعتبر فيه. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعني مشان تعتبر، مشانك أنت مش مشانهم هم، مشانك أنت. زي لما ترك فرعون، زي لما ترك فرعون قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هاي أعمال